سرحان في يا صابر؟ بابا وحشنا يا بابا. وانت كمان يا مداح، رجعت تقعد هنا تاني وتسرح، شايف ايه؟ مش شايف حاجه خالص يا بابا. حاسس بيه؟ حاسس ان مفيش غير خالص. خايف؟ اول مره احس بالخوف ده. ربك موجود ونعم بالله. خلي بالك من الناس اللي حواليك يا صابر. عز، عز ابني يابا. انت حاسس بايه؟ انا حاسس ان هو ابني ومن صلبي، بس كل اللي حواليا مشككني فيه. كل ما بقرب للولد يصرخ وجسمي كله بيتراك. استفتي قلبك، ارجع لخلوتك يا صابر. انت بتبعد، بتبعد قوي، بتبعد قوي يا مداح. عندك حق يا بابا. بابا الأسرار. مش هتعرف تعمل حاجة. مش هصبر. اللهم اكفيني اني ما شئت وكيف شئت. سوى ابني، ابني لا مش ابنك، ده ابننا من جنسنا. اللهم اكفيني اني ما شئت، ابعد عن ابني. مش ابنك يا صاحبي. ابني لا، سوى ابني، ابني لا. انا واقف. ده ابننا يا صاحبي من جنسنا. اللهم اكفيني، ابعد عن ابني.
ابني لا ابني سيبني ابني مش هتعرف تعمل حاجة. ابعد ابعدوا عايز صبر ابني لا ابني لا يا لهوي ابني ابني لا صابر بتعمل ايه يا صابر ابني ابني لا صويا صابر ايه اللي انت بتعمله ده صابر بص يا ابني هات الواد هات ما تخافش هات يا حبيبي هات الواد يا صابر هات يا ابني يما في ايه بيقولوا عز ابنهم يما هيؤذوا ابني يما ما تخافش ما تخافش يا ابني ما تخافش هات هات يا حبيبي هات يا ابني هات يا حبيبي سمي سمي بالرحمن بسم الله الله اكبر الله اكبر بسم الله الله اكبر ابني اوعى كده ايه اللي انت بتعمله ده هات الواد سمي ابني ربنا يصلح حالك يا ابني القوي هو عايزيني في حاجة؟ هما لقوا واحد في نفس منطقة الحادثة فقد الوعي ونقلوه المستشفى وفي كلام انه ممكن يبقى الأمير مدد يا رب يا رب يطلع هو هو انت تعرف الأمير ده منين يا صابر؟ لا خالص أنا أول مرة أشوفه كان ساعة الحادثة ليه بتسأل؟ أصلا أنا عملت سيرتش ولقيت عنه بلاوي كتير زمان ده كان ساحر ومعاشر للجن ومفيش حاجة حرام ما عملهاش بس تاب هو ده الظاهر بس انت ايه اللي يربطك بواحد زي الأمير ده؟ لا خالص أنا كنت مستشيره في حاجة بس خير أنا هكلم حد في لبنان أطمن أعرف الموضوع ده بجد ولا اتفضل أدي 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 يا راجل ده رمد عيالي أنا قلت هاجي مش هلاقيه
ما لو كانت دعيالك ما كنتش مشيت في الطريق اللي انت ماشي فيها زين، ولو كنت اتأخرت شوية كنت هاجي لحد عندك. عارف يا صابر، عشان كده قلت اسبق انا واجيلك، عشان عارف برضو انك لو كنت جيت لي الاول ما كنتش هتيجي في خير. واللي انت عملته ده خير؟ غلطة يا صابر، غلطة، سامحوني. وانا جيت لحد عندك واعتذر لك، ولو يعني بعد اذنك تيجي معايا نروح لحد مراتك واعتذر لك قدامها. اوعى تجيب سيرة مراتي على لسانك. بقول لك يا زين، انا بحذرك ورب الكعبة هأذيك. الابحاق يا صابر، هي مين الاستاذ؟ كلمني انا يا زين زي ما بتكلمني، مالكش دعوة بيها. اصل يعني سهيلة كانت قالت لي ان انت سايب البيت بقالك فترة. خير؟ هو في حاجة حصلت بينك وبين رحابلك قفلنا الشر؟ وانت مالك انت؟ ما تبعد عننا يا اخي. يا زيد الله يصلح حالنا وحالك. هبعد عنكم يا صابر، ومش عشانك انت وبس، عشان خاطر رحاب كمان. انت عارف انها تعز عليا وانا ما ارضهاش الاذيه، وعشان هي بقت ليها بيت وراجل. ايوه برضه بحاب، ما قلتليش يا صابر مين الاستاذه؟ اتكل على الله يا زيد. طيب هستاذن انا. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. هو مين ده يا صابر؟ سيبك منه، معلش يا تاج، انا مضطر امشي دلوقتي. طب استنى، عايز اوريك حاجه. بص الصوره دي. جبتها منين دي؟ من ساعه ما شفت العلامه في ايدك وانا بحاول ادور معناها ايه. ومعناها ايه؟ ليها علاقه بملوك الجن.